أكثر من 4.5 تريليون جنيه هي حجم السيولة في القطاع المصرفي المصري، سيولة ضخمة عززت قدرة البنوك سيما الحكومية على المساهمة بشكل فاعل في دعم الاقتصاد المصري خلال أزمة كورونا، فلعبت دورا رئيسا في توفير التمويل اللازم للعديد من المشروعات والمبادرات التي أطلقتها الحكومة والبنك المركزي مع تفشي كورونا بأسعار فائدة مخفضة وصلت إلى 8%، بهدف الحد من تداعيات هذه الأزمة على العديد من قطاعات الاقتصاد. المبادرات اللي تمت من خلال البنك المركزي والدولة خلال الفترات اللي فاتت أدت أن البنوك تقدر تساهم بقوة في هذه المبادرات، سواء مبادرة المشروعات الصغيرة المتوسطة، مبادرة تمويل السياحة، تمويل الصناعة، تمويل المتعثرين، يعني كل الحاجات دي بدون هذه المبادرات البنوك ما كانتش تقدر. والحمد لله يوجد سيولة قوية وقادرة في القطاع المصرفي تقدر تساعده في أنه يقدر يكون عنده تنوع في العمل بتاعه والاستثمار في كافة القطاعات المختلفة. معدلات توظيف السيولة في القطاع المصرفي وصلت إلى نحو 50% بعد أن شهدت السنوات الماضية زيادة كبيرة في حجم التمويلات الممنوحة من البنوك، سواء للحكومة عبر تمويل مشروعات تنموية وتمويل الدين الحكومي أو للقطاع الخاص، والذي يمثل التمويل الموجه له حاليا نحو 35% من إجمالي التمويل الممنوح في القطاع المصرفي. 2014 كنا 624 مليار جنيه قروض، النهاردة وصلنا طبعا في شهر 6 تقريبا 2 تريليون و550. الضغط في شرايين الاقتصاد وساعدت الشركات والست شهور اللي المركزي منحها لجميع القطاعات والأفراد اللي عاوز طبعا يستفيد بيها، كل ده حفز الاقتصاد والبرامج والمبادرات التحفيزية وأسعار الفايدة والتمويل اللي البنوك طرحته، كل ده عشان يقوم البلد، وده اللي حصل على مستوى العالم. بس مصر الحمد لله كانت واخدة قرارات بقية وقامت بالمهم على أكمل وجه. وتؤكد تقارير المؤسسات الدولية أن تمتع النظام المصرفي في مصر بمعدلات سيولة وربحية جيدة مع وجود نظام مرن لسعر الصرف ساعد في استيعاب الصدمات الخارجية التي أحدثتها أزمة كورونا، وكان من بينها تراجع عائدات القطاع السياحي وانخفاض استثمارات الأجانب في أدوات الدين. تعول الحكومة المصرية دائما على السيولة الكبيرة التي يتمتع بها القطاع المصرفي لمساندة الاقتصاد في أوقات الأزمات، حيث ساهمت هذه السيولة في توفير تمويلات ضخمة للعديد من قطاعات الاقتصاد خلال أزمة كورونا. ياسين الجوهري، سكاي نيوز عربية، القاهرة.